كما تبادل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه اهل البلاد المفدى حفظه الله برقيه تهنئه بمناسبه حلول عيد الفطر السعيد مع اخواني اصحاب الجلاله والفخامه والسمو قاده الدول الخليجيه والعربيه والاسلاميه الشقيقه وقد عبر جلالتها يده الله فيها عن خالص تهنيه واطيب تمنياته لهم بموافر الصحه والسعاده دعينا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على هذه الدول وشعوبها الشقيقة للمزيد من الخير واليمن والمسرات